قبل ما نخرج فاصل نشوف أم راضي. مين أم راضي؟ أم راضي ست بسيطة، نموذج للمرأة المصرية اللي جربت تشتغل حاجات كتيرة واشتغلت في مطاعم كتيرة، وبعدين بقت عندها صفحة على السوشيال ميديا اسمها كراب أم راضي. نتفرج بقى على سيدة البلكونة وكراب أم راضي، وبعد كده نخرج فاصل وانا استقبل دكتور أسامة رسلان. انا اسمي ام راضي، ساكنه في منطقه رود الفرج عند مركز شباب رود الفرج. انا شغاله هنا بعمل كريبات. انا مشهوره بكريب سيده البلكونه. انا كان بقالي 15 سنه بشتغل بره، بس اخر ما زهقت فكرت ان انا اعمل حاجه لنفسي في البيت هنا، بحيث ان انا ابقى جنب ولادي، لان كنت بخرج من الساعه 6 الصبح، كنت برجع بيتي الساعه 12 بالليل، فكان بيبقى عليا صعب ان انا اسيب ولادي وكده. فاضطريت ان انا اعمل مشروع في بيتي. بدات المشروع ب 1000 جنيه. جبت قرصة كنت شغالة عليها على البوتاجاز، وكنت شغالة على الطاسة. بعد كده لما ربنا كرمني بشوية رحت جايبة الجريل وجبت القلاية، بقيت أشتغل بيهم بقى، وطلعت شغل كله بقى، شغل كله من البلكونة والسبب، بقيت أشتغل بالبلكونة والسبب. الناس بتوصلني عن طريق التليفون، بيتصلوا بيا وبياخدوا الاوردر من تحت البيت بالسبت. بقالي 5 سنين شغاله عندي في البلكونه بعمل الكريبات، بس من كتر ما يعني حد جه طلب مني الكريبات، فلما طلبها عجبته، فده قلل ده وده قلل ده. ببص لقيت الناس بقى والعيال بقى ينادوا من تحت البيت، يا ام راضي حطي كاتشب، يا ام راضي حطي مايونيز، يا ام راضي كذا. فحبيت ان انا اغير الفكره وابعد بعيد عن البلكونه بقى. اضطريت ان انا انزل الشارع بدلا عن المشاكل ومنعا ان الاطفال يجي ينادوا من تحت البيت، وكانوا الناس عايزين اتعامل معاهم وجها لوجه، فاضطريت ان انا انزل الشارع ووقفت في الشارع. البطاطس بقطعها هنا فرش عندي في البيت، بجيب الزيتون المخلي، بجيب الجبن الموزاريلا، بجيب كل شغله كله بجيبه صباح بصباح يعني، وعندي بانيه فرش وعندي المجمد، عندي كل حاجه. عندي 4 أولاد، معايا 3 ثانوي عام توأم، ومعايا أولى ثانوي، ومعايا 4 ابتدائي. أنا طالعة بشتغل عشانهم هما، لأن مش بحب إن هما يطلبوا مني حاجة وإن أنا ما أقدرش أنفذها ليهم. نزلت أدور الإيجارات في الشارع، لقيت الإيجارات عالية جدا، 3 و4 و5، وأنا ما أقدرش بصراحة على الإيجارات. الأكل الله أكبر عليه، ده مراد يعني ما لهاش كلام. مراد يعني المنطقه كلها بتاكل منها، رود الفرج كلها بتاكل منها. ام راضي اكلها زي الورده، انا اول مره اكلت منها الاكل عجبني بصراحه. ست شقيانه على بنات وعلى اولاد، وعايزه عيالها احسن من اي حد. انا كريب سيده البلكونه، وعندي صفحه على التيك توك مسميها كريب سيده البلكونه. اللي عايز يجي ياخد مني اي حاجه انا تحت امره، وينور رود الفرج كلها وينور الدنيا كلها.